جلالة الملك يعود إلى باريس بعد ترأسه لعدة أنشطة في الرباط. علم المصادرون أن الملك محمد السادس قد غادر مطار الرباط سلا قبل قليل عائدا إلى فرنسا بعد أن قدم منها قبل أسبوع تقريبا، حيث ترأس مراسيم عيد الأضحى وأنشطة هامة. وكان الملك محمد السادس قد ترأس يوم الأربعاء مجلسا وزاريا خصص للمصادقة على مشروع مرسومين ومجموعة من الاتفاقيات الدولية، كما صدق للمجلس على بعض التعيينات.